أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم حلقة جديدة من برنامج اسأل مع ميرا. النهاردة سعيدة جدا جدا إن كل حلقة ورا التانية بشوف قد إيه المصريين بيرفعوا راس مصر في كل الدنيا، والنهاردة معانا شباب هتحط اسم مصر في السينما العالمية. معانا أبطال ومخرج فيلم الدور الأخير. أهلا بيك يا دكتور بيتر. اهلا يا ميرا، انا حابب يعني استغل الفرصه دي واشكرك واشكر البرنامج واشكر قناه سيسات يعني لاستضافتنا اولا ولدعمها لينا في تقريبا كل حاجه بنعملها. يعني دايما قناه سيسات ليها بصمه معانا في كل حاجه. يعني شكرا شكرا، وانت بصمتك موجوده كمان في الكوميونتي وشباب الكوميونتي، بنشكرك على كل مجهوداتك. ومعانا طبعا الممثل والفنان استاذ ماجد، اهلا بحضرتك يا فندم. ازيك يا ميرا؟ الحمد لله وسطين انك معانا. وطبعا الجميله داليا جورج، اهلا بيكي. ميرسي يا ميرا، ثانك يو فور هوستنج اس. ميرسي، شكرا ليكم. انا عارفه طبعا انتم مشغولين وبتحضروا عشان خاطر افتتاح الموفي قريب، وشكرا عشان وقتكم ان انتم جيتوا معانا علشان نقول لكل الدنيا قد ايه شباب مصر في اي مكان في العالم بيرفع راس مصر. طبعا دكتور بيتر كل ما تجيلنا بتجيب لنا مفاجاه كبيره اكتر من الثانيه. يعني المره اللي فاتت كانت مسرحيه ونجحت جدا، الف مبروك طبعا على نجاحها ونجاح الفيلم ان شاء الله. اولا انا الفيلم، هل الفيلم يعني سمعنا ان هو في ناس بتقول ان هو فيلم قصير، لكن في ناس بتقول لا هو فيلم طويل. ممكن تحكي لنا الاول المده بتاعت الفيلم هتكون قد ايه؟ لا، هو موضوع انه فيلم قصير دي اشاعه. يعني هو فيلم طويل، ساعه ونص، ساعه 27 دقيقه بالظبط. في قصه واحداث مترتبه بترتيب معين، وبنبتدي بيبقى فيه زي لغز كده، واللغز تقريبا بيبتدي من اول مشهد، وبعدين بنبتدي يعني نساعد بطل الفيلم ان احنا نحاول نحل اللغز. فبيبقى فيه اكتر من مفاجاه هنقابلها. طبعا انا مش عايز احرق الاحداث، بس في اكتر من مفاجاه هنقابلها لغايه ما نوصل لنهايه الفيلم اللي هتوصلنا للمسج اللي احنا عايزين نوصلها من ورا الفيلم. مظبوط. هو دايما كل يعني شغلك في المسرحيات اللي انا حضرتها كلها تريك، يعني انت بتمشينا في مكان وفي الاخر بنلاقي مفاجاه كبيره جدا جدا، ومتاكده ان ده اللي هيكون في الفيلم بتاعك. احنا هنرجع نكلمك على ولاده الفيلم او بدايه الفيلم، بس عايزه اروح لاستاذ ماجد واقول له هل ده اول عمل فني ليك؟ لان احنا شفناك في البرومو يعني فيري بروفيشنال واكنك فعلا ضابط بوليس حقيقي. يعني ده هو الحقيقه، وفعلا اول عمل في المجال السينمائي. يعني انا خبرتي زي ما انت عارفه في مجال الميديا، بس يعني من ورا الكاميرات، ما كانتش قدام الكاميرات خالص. اول فرصه ليا ان انا اكون قدام الكاميرات كان ليها فتره كده معينه في الاعداد قعدت فيها انا وبيتر، حتى في الفيلم ده بدايته ما كنتش ان انا هكون قدام الكاميرات خالص. بس لما قعدنا انا وبيتر ودرسنا الورق، كان هو اختياره عليا ان احنا يعني ان انا امثل الدور ده، الشخصيه دي. يا الشخصية شكلها مميزة جدا، وانت واخد البطولة في الفيلم كمان. مظبوط. طيب ممتاز. داليا احكي لي بقى، يعني دي برضو اول تجربة ليكي ولا انت مثلتي في المسرح قبل كده مع بيتر؟ مثلت في المسرح قبل كده، مش مع بيتر، ما كانش ليا الحظ ان انا امثل هنا مع بيتر، بس مثلت في المسرح كتير في مصر. وقدرتي تاخدي الدور ازاي؟ بصي، هو انا كنت جديدة في الفريق. بيتر شاف حاجة أنا ما شفتهاش تقريبا. أيوة، مخرج بقى أكيد بيشوف حاجات. يعني هي حلو إن أنت يبقى عندك موهبة حساها، وبعد شوية تبصي تلاقيها بتطلع تاني بعد فترة كبيرة. هو الدور كان لطيف في الفيلم، مش لطيف بالنسبة لي، بس هتشوفي. كنت شريرة ولا إيه؟ هتشوفي مفاجأة. أكيد هتشوف مفاجأة. طيب بيتر، أنا عارفة إن أنت طول عمرك طبعًا بتشتغل في الميديا والمسرحيات وكده، وبعدين متابعتي ليك على الفيسبوك عرفت إن أنت دخلت تقريبًا درست إخراج أو حاجة كده، فممكن تكلمني على دراستك وإيه اللي وصلك إنك بقى تعمل موفي مش مسرحية المرة دي؟ هو أنا يعني كان بقالي فترة طويلة، يمكن حوالي 10 سنين أو أكتر من أيام مصر في مجال المسرحيات والمسرح وكده. وبعدين الفكرة يعني طلعت في دماغي ان انا يعني ايه عايزة اعمل فيلم. فالفكرة في الاول كانت يعني في بدايتها، فابتدى الموضوع يتطور شوية بشوية بشوية بشوية، وبعدين المجال عجبني جدا، فقلت لا طب انا لازم بقى ايه يعني أدرس. لازم ادرس بقى. فقدمت في نيويورك فيلم اكاديمي، لقيت عندهم بروجرام لطيف يعني يتناسب مع مواعيدي ومواعيد شغلي. هو كان انتنس شويه، يعني كان كل يوم تقريبا،
فاتقبلت ودخلت درست وتعلمت واستفدت. طبعا الخبرة اللي أخدتها من وراء تصوير الفيلم مع الخبرة في الدراسة يعني الاتنين بيكملوا بعض، ف يعني حبيت المجال أكتر وحابب إن شاء الله أن أنا أكمل في حاجات تانية يعني. ادعوا لنا كده. طيب وأنا طبعا بعمل إعداد عرفت إن الفيلم كان أساسا مسرحية وتحول لفيلم، هل ده صحيح الاول ولا لا؟ اشاعات كتير. اشاعات. هو كان شورت. كان في الاول شورت، او الفكره كانت ممكن تتعمل شورت، وبعدين لما قعدنا يعني ذاكرنا الفكره شويه وابتدينا نفكر انا وماجد، وماجد ابتدى يطلع افكار وانا اطلع افكار وبتاع، قلنا لا الفيلم ده يتعمل فيتشر، يتعمل فيلم طويل. زودنا عليه مشاهد يعني اكشن ومطاردات وكانت في اضافات حلوه اضافها ماجد، وداليا على فكره كتبت معانا كم مشهد يعني. فيعني كان في اضافات اضافت للفيلم ان هو يطلع بالصوره اللي حضرتك هتشوفوها. طيب ممتاز، احنا ممكن نشوف طيب اول برومو معانا، وعلشان الناس برضو تشوف معانا البرومو ونقدر نرجع تاني. ممكن تقول لي الفيلم هيتعرض يوم ايه؟ الفيلم ان شاء الله هيتعرض يوم سبتمبر 4 وسبتمبر 5. ده هيبقى سبت وحد، وهيبقى كل يوم فيه اتنين شو من 6:30 ل 8، وشو من 8:30 ل 10، بس طبعا 6:30 بالدقيقه. ايوه طبعا. وان شاء الله بنحاول نرتب ان يكون في عروض تاني بعد كده، بس هنعلن عنها. بس هيبقى يومين الاول وكل يوم في اتنين شو. مظبوط. اوكي طب ممتاز جدا، واللي هيجي يقدر طبعا يشوفك ويشوف كل فريق العمل. ان شاء الله هنبقى موجودين في كل الـ 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 الشوز يعني، واي حد عنده سؤال او استفسار هنبقى موجودين. طيب ممتاز جدا، احنا ممكن نشوف اول برومو ونرجع لكم تاني. برافو، very very nice. طبعا كلنا very excited. عايزه اقول لك ان كل الناس اللي بشوفها كلهم مستنيين الموفي ده. فعايز اسال استاذ ماجد، احنا شايفين ان في عربيات بوليس بجد وفي بوليس بحاو حقيقي، فهل ده بوليس بحاو حقيقي، وازاي قدرتوا تنسقوا ان انتوا تشركوا معاكم في الموفي؟ بصي، هو هم فعلا بوليس حقيقي، بس هم متخصصين لتصوير السينما يعني. دي عربيه بوليس حقيقيه. أوكي. في واحد فيهم فعلا ضابط حقيقي، بس هو بيبقى متخصص في تصوير السينما يعني. العربيه دي كمان لما بتبقى ماشيه في الشارع بيبقى محطوط عليها انها فور سينما بتاعت التصوير، بس تبقى خرجت من الخدمه وبيستخدموها في التصوير. طيب ممتاز قوي. هل وجدت صعوبه انك تقدر تخليهم يكونوا معاك في الموفي، ولا ده بيبقى جزء من كل الشغل؟ هو ما فيش حاجه سهله يعني. هو احنا وجدنا طبعا صعوبات كتير، بس يعني ربنا كان مسهل الامور، واحنا كان معانا كرو كبير يعني. كرو كبير ساعدنا في ان احنا نجيب عربيات البوليس ونجيب اللوكيشن وتفاصيل تانية كتير قوي. تفاصيل طويله. طبعا اوف كورس احنا عايزين نعرفها كلها، بس ناخد معانا تقريبا استاذ جورج يوسف. اهلا بحضرتك يا فندم. يا اهلا وسهلا، مساء الخير عليكم كلكم، وكل سنه وانتم طيبين. ومساء الخير بيتر تاكلا وكل الكرو اللي موجود، ماجد والفنانه داليا. انا لسه ما شرفتش داليا. الحقيقه انا يعني متصل بس عشان اهني بيتر والكرو كله على العمل الجميل دوت، ومتشوقين جدا جدا ان احنا نشوفه. شكرا. استاذ جورج اعتقد ان حضرتك مخرج صح؟ استاذ جورج مخرج، مخرج كان معانا قبل كده. استاذ كبير قوي في المسرح، واحنا بنتعلم منه حاجات كتير طبعا. طبعا انت معانا. اهلا، شكرا ليك. مظبوط مظبوط يا فندم، مظبوط، احنا بنتشرف بيك. انت فنان جميل يا فندم، حلوه الروح الجميله ان احنا كلنا بنشجع بعض وبنتكلم بعض، ونتمنى نشوفك قريب في اعمال فنيه جديده يا فندم. ان شاء الله كده كلهم يعني، واحنا متشوقين خلاص نشوف الفيلم الجميل دوت. احنا متابعين طبعا البروموز اللي بتنزل كل فتره، والحقيقه انا بس مستني اظبط مجموعه كبيره عشان نكون موجودين كلنا مره واحده. ان شاء الله، يا ريت نشوف حضرتك. ان شاء الله طبعا. ان شاء الله بالتوفيق يا بيتر وكل الكرو، والف مبروك مقدما. ميرسي يا جورج. شكرا. ميرسي ليك استاذ جورج. استاذ مسرح كبير، واحنا يعني بنتعلم منه، وانا بصراحه بشكره جدا على مكالمته ومداخلته يعني. وطبعا اتشرف ان هو يكون معانا في الفيلم ويتفرج، واحب اسمع منه
يعني قامة مسرحية كبيرة، وإحنا كلنا يعني اتشرفت أن أتعرف على أستاذ جورج. طبعا إحنا كده اتشرفنا بيه كل المصريين زي ما بقول رافعين يعني رأس مصر. أنا عايزة أعرف بقى الفيلم ده يعني هو مصنف طبعا فيلم مصري أمريكي عالمي، يعني أكيد فيه تحديات كتير جدا جدا. ممكن تقول لي مين قال لك لا بيتر الموضوع ده كبير قوي، وبعدين مين قال لك لا يلا مع بعض وهنعمل ونكسر الدنيا؟ لا، اللي قال لي الموضوع ده كبير قوي ده كتير قوي كتير قوي، لان هو يعني ايديالي الناس لما بتبتدي بافلام صغيره، افلام قصيره او فيديو كليبس. انا تقريبا اخدت تشالنج صعب كبير قوي، اللي هو لا انا هنبتدي بفيلم طويل. يعني انا فاكر اول مره عملنا ميتنج، يا جماعه احنا هنعمل فيلم، فالناس يعني ما كانتش مستوعبه قوي هنعمل فيلم طويل ساعه ونص. ففي ناس كانت قاعده بتضحك يعني هيتعرض في السينما، هيتعرض في السينما ان شاء الله. فلما يعني لما حد يقول الفكره دي ويكون لسه ما فيش يعني باك جراوند كبيره بيبقى الموضوع صعب. لكن طبعا في الناحيه الثانيه لا، في ناس شجعت الفكره، وكان من ضمنهم على فكره ماجد شجع الفكره خالص وقال لا يعني ايدينا في ايدين بعض ونعمل حاجه ان شاء الله تكون حاجه جميله. بالظبط، الممثلين كمان كانوا متشجعين قوي للفكره، وكانوا يعني يعني محافظين على ان احنا هنكمل الموضوع لغايه الاخر. فده ده ده كان يعني من الناس اللي شجعت معانا، وكان في الناس اللي بيهايند ذا كاميرا برضو. طبعا مش عايز اقول الاسماء كلها عشان ما انساش حد، احنا عايزين نحاول نقول اسماء على قد ما نقدر عشان الناس كلها تكون مبسوطه. يعني مش عشان ما ننساش حد وما حدش يتضايق، بس كلهم كل الناس اللي شاركت في الفيلم من اول الناس اللي جت يوم واحد لغايه الناس اللي جت معانا كل الايام، كلهم كانوا متشجعين للفكره، وكلهم كانوا حابين يعملوا حاجه كويسه، كلهم كانوا مؤمنين بالمسج. وعشان كده الفيلم طلع للنور، لان هو لو شخص او شخصين اشتغلوا على فيلم طويل لا يمكن كان هيطلع يعني. صحيح، هو طبعا بيبقى تيم وورك. طيب طبعا. طيب حلو قوي، احنا عايزين نشوف البرومو الثاني من الفيلم اللي انت برضو قعدت اتاخرت شويه انك تنزله على السوشيال ميديا تقريبا. مظبوط، بس احنا انا عايز اسال داليا. داليا انت الباك جراوند بتاعتك كنت شغاله قبل كده في المسرح قبل كده مظبوط؟ لا خالص خالص خالص، انا اكاونتينج واضاءه. اوكي. يس، كنت في مصر كنت مديره شركه توكيلات اجنبيه، وهنا اشتغلت بانكينج. مسرح موجود من زمان بس هوايه في القلب. في القلب. حاجه بتحبيها كده وبتطلع كل شويه. بس تقدري تقولي انها بالسنين بتيجي الموهبه بتعمل شويه، مش قادره اقول بروفيشناليزم، بس بتعمل مهارة في انك تجيبي حاجات معينة. على فكرة موضوع السينما اصعب كتير من المسرح. اكيد كتير. يس. لانك بتشوتي الشوط الواحد اكتر من مرة، ولازم تستدعي كل الايموشنز اللي انت جبتيها في اول مشهد تكرريها بنفس القوة، بنفس الانتنسيتي، بنفس صوتك، بنفس الاداء all over. I think ان السينما فيها تشالنج اكتر. طيب ده اول برضو تجربة ليكي، استفدتي ايه من التجربة دي؟ ايه اللي غير فيكي؟ ايه اللي غير في داليا؟ انتوا قعدتوا قد ايه تصوروا يا دكتور؟ احنا قعدنا حوالي 3 شهور. 3 شهور بتصوروا. ايه بقى الثلاث شهور داليا قبل الثلاث شهور وداليا بعد 4 شهور؟ بصي انا كنت من الناس الاكسايتنج جدا للايديا من اول مره بيتر اتكلم فيها في ميتنج اللي هو بيبقى بتاع الدراما تيم. انا كنت حاسه ان في حاجه حلوه هتطلع، بس طبعا بتطور الموضوع ما كنتش متخيله ان هو هيبقى كده، وده اكيد بركه ربنا يعني طبعاً. بتكلل اي تعب ومجهود. صحيح. انا استفدت الناس. الناس حقيقي، بيتر، ماجد، اصحابي كلهم، الكرو اللي كانوا بيصوروا، والناس اللي ساعدتنا يعني في لوكيشنز كتير. كان بيوت الناس، مكاتب الناس، ثانكينج. انا عايزه ابعت لهم شكر، كلهم ساهموا في ده. فالناس كانت حاجه حلوه، نشكرهم. المود yes. المود جميل. انك بتعملي حاجه نفسك فيها من زمان قوي وحلم بيتحقق قدامك طبعا. ومش بس فيلم على اليوتيوب، لا ده فيلم سينما. في مهاره هتدخلوا بيه مهرجانات كمان. انا عرفت yes. بيتر عمل مجهود هايل ان هو درس مع الموهبه فطلع حاجه فيها بروفيشناليزم جامده قوي. الف مبروك للناس كلها، واي ويش ان تاثير الناس كمان لما تشوفوا تحس بالمجهود اللي اتعمل فيه طبعا. وان اساسا كانت محبتنا لبعض هي اللي طلعته. طبعا اكيد المحبه طبعا هي اللي يعني بتشجع وبتقوي وبتكبر اي حاجه، وان شاء الله دي تكون بذره صغيره بقى لافلام كثيره يعني قادمه ان شاء الله. نتمنى يعني احنا
نقدر نقول حطينا رجلنا شوية في المجال، وفي للأمانة أفكار، يعني في أفكار تانية هنبتدي نشتغل عليها سون، بس طبعا أول ما الفيلم ده يطلع للنور إن شاء الله. ونتمنى أن الفيلم ده يكون تشجيع أن احنا نكمل تاني ونكبر ونعمل طبعا. أفكار يعني أقوى ومسجز أقوى طبعا. عشان كده عايزين كل الكوميونتي وكل يعني أحبائنا المشاهدين يقولوا لأصحابهم ويجوا عشان نشوف الفيلم يوم كام؟ سبتمبر 4 سبتمبر 4 وسبتمبر 5 كلنا هنكون موجودين 6:30 و8:30 وياريت نقدر نشوفكم، نشوف البرومو التاني ونرجع. طبعا ده الدور الأخير، واحد وقف شكله هينتحر. ففي إشاعة برضو طلعت قبل برضو ما ناخد البرومو إن ده قصة حقيقية، واحد فعلا انتحر من الكوميونتي المصرية، وحضرتك بتتكلم وحضرتك بتقول يعني او بتوعي الناس انه ما عملوش كده. فطبعا احنا ما عندناش حد في الكوميونتي ده، هل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ هي 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 قصه حقيقيه بس ما حصلتش في الكوميونتي المصري. أيوة. يعني احنا اخذنا القصه الحقيقيه دي وحطينا عليها شخصيات من الكوميونتي المصري بتاعنا علشان نوصل المسج بتاعتنا للكوميونتي المصري، بس هي الحمد لله ما حصلتش للكوميونتي المصري. لكن المسج بتاعتها احداث بتحصل تقريبا كل يوم في كل بيت. ايوه يعني هتلمس كل واحد. هتلمس يعني يمكن الفاميليز اكتر. يس. انا طبعا مش عايز اقول الاحداث طبعاً. مش عايز احرق، بس هي فعلا قصه حقيقيه حصلت تقريبا في الثمانينات. حاجه زي كده. والقصه نفسها يعني كميه السسبنس اللي فيها هتبقى ماده قويه للفيلم. احنا طبعا يعني خدنا الجزء ده وزودنا بقى احنا سسبنس تاني خالص، وعملنا يعني ستوري على الستوري بقى. حطينا التاتش بتاعنا يعني يعني حتى لو هي القصه ماخوذه من قصه حقيقيه فما ينفعش ناخدها زي ما هي بالظبط، او يمكن ده اللي انا مؤمن بيه. لا احنا حطينا تاتش، فالقصه تحولت لقصه تاني خالص. مظبوط. فعلشان تناسب الكوميونتي بتاعنا بس طبعاً. اجين لا هي ما حصلتش يعني، عشان لو حد اتفرج وقال لك ايه ده الكوميونتي لا دي ما حصلتش، بس احنا بنحذر ان ممكن تحصل. مظبوط. طيب احنا ناخد استاذ باسم وجيه معانا على التليفون. هلو مساء النور، اهلا بيك يا استاذ باسم، ازي حضرتك؟ الحمد لله، مبسوطين احنا بنسمع صوتك. انا مبسوط وحابب ابارك للشباب والدكتور بيتر على الفيلم، وبصراحه يعني دكتور بيتر من الشباب الكويسين يعني من الشباب الموهوبين. هو يعني احنا تعبنا قوي في التصوير، يعني كنا امالي من الساعه 7 لحد 12 بالليل كنا في التصوير. ودكتور بيتر موهوب مش بس في الاخراج، موهوب كمان في التأليف، وان هو كمل كمان الموهبه دي بالدراسه. طبعا يعني ربنا يوفقه ويكفيه اعماله كتير ان شاء الله. طبعا استاذ باسم وجيه هو مدير تقريبا التصوير. استاذ باسم وجيه مدير التصوير بتاع الفيلم، وانا اللي حابب اشكره بصراحه، لان هو فتره التصوير كانت طويله قوي، يعني ساعات التصوير كانت اطول من الطبيعي. هو يعني ما كانش بيبخل علينا بوقته، وهو موهوب خالص في الـ في الـ في, في 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 الكاميرا وفي الحاجات دي. انا اشتغلت معاه كتير، هو يعني زميل لينا برضو. استاذ ماجد ميلاد كان زميل لينا برضو، فبصراحه يعني احنا عندنا مواهب جميله وناس فيري بروفيشنال. كان ليه اضافات يعني ممتازه في الفيلم بصراحه، يعني برضو استفدنا من وجوده معانا. وبشكرك يا باسم على الكلام الجميل ده، وان شاء الله يعني على فكره انا وباسم عملنا حاجات غير الفيلم ده، عملنا فيديوهات تانية صغيرة كتير يعني. أيوة. وكان بصراحة enjoyed working مع باسم يعني. برافو. وإن شاء الله يعني نعمل حاجات تانية قريب إن شاء الله دايما يا رب. أنا أعرف أنت تتكلم فيك على فكرة. عمر عرفت عايز رفانه طبعا. مش هننسى أن احنا نشكر قناة الآس ودعمها ومدام هايدي، إن هم برضو ما دخلوش علينا، كنا محتاجين بعض الدعم منهم في بعض المؤسسات. هم بصراحة المدام هايدي وقناة الإيتاب دعمونا كتير في تصوير الفيلم. طبعا احنا دايما يعني واقفين جنب الافكار الجديده والافكار اللي ترفع اسم مصر زي ما انا قلت. مظبوط. يعني استاذه هايدي مش في الفيلم بس، احنا من اول ما ابتديت اعمل اي حاجه كانت اول الناس اللي بتدعمنا قناة سيسات واستاذه هايدي واستاذه شيرين وميرا. يعني يمكن دي مش اول مره اكون موجود مع ميرا هنا في البرنامج. قبل كده كنا موجودين برضو بنتكلم عن مسرحيه، وفي مسرحيه تانية ميرا جت وعملت انترفيوز مع الناس. فطبعا الدعم بتاع سيسات يعني احنا فرحانين جدا بيتر، يعني يا ريت نلاقي يعني امثله مشرفه كثيره.
استاذ باسم، عندك اي كلمه للكرو اللي انت اشتغلت معاه لمده 3 شهور او اكتر؟ الف مبروك. انا حابب اقول الف مبروك، ان شاء الله يعني العمل يعجب الناس كلها والجاليا كلها، وهو في مسج فعلا محتاجينها كلها. بيعجبني كمان يعني في شغل بتاع ان هو تمني حابب يوصل مسج في كل عمل بيعمله. ده حقيقي. فنتمنى كل الناس تيجي تتفرج وتستمتع بالمسج الموجوده في الفيلم. والف مبروك. ميرسي. شكرا جدا يا باسم. مين اللي يجي لك الفيلم يا استاذ بيتر؟ يا دكتور بيتر سوري. مين يعني، شباب ولا ناس كبار؟ أي حد. هل اطفال ممكن يجوا؟ يعني قول لي كده السن كده تقريبا. اطفال مثلا من سن 12 سنه لفوق يعني. اي حد ممكن. طبعا سن 12 سنه ده مش طفل يعني. أيوه. هو الفيلم ما فيهوش اي حاجه بتاذي الاطفال، بس هي ممكن المسج بتاعته ما تتفهمش اول طفل او المطاردات لو ناس مثلا بتقلد الجري والمسدسات والعربيات. فيعني يعني مش هيتاذوا، بس ممكن المسج للناس اكبر شويه يعني. لكن اي حد طبعا ممكن يجي يشرفنا. سينيورز ييجوا. بالعكس احنا حابين السينيورز ييجوا، لان الموضوع برضو يعني هيبقى مؤثر، لان هو للفاميليز. فهو الموضوع عندنا اكتر من شخصيه في الفيلم لاكتر من سن، فممكن كل واحد يلاقي نفسه في شخصيه من الشخصيات. ف يعني الفيلم ما فيهوش اي حاجه تخلي ان ما حدش يجي، غير ان ممكن الاطفال مثلا ما يفهموش قوي يعني احنا عاوزين نقول ايه. اوكي. طيب استاذ ماجد، يعني دايما بسمع الممثلين بعد الفيلم يقول لك اصل انا ما عشت الدور ده، قعدت تقريبا 6 شهور مش عارف اخرج من الدور ده واثر عليا في حياتي. فانت شايفه ان دورك كله مطاردات وتقريبا حاجه في البوليس وكله مطاردات وكله اكشن وكده، هل ده مأثر عليك حاليا دلوقتي بعد التصوير؟ لا لا خالص مش مأثر. هو يعني الدور نفسه انا فيه تحسي زي ما انا شرحت قبل كده ان بيتر اختار الادوار تكون قريبه من شخصيات الناس شويه. انا دايما بحب ان انا الاسلوب البحثي، ان انا ادور ابحث ورا الحاجه. فهو حطيني في الدور ده ان انا ببحث ورا القصه اللي في الفيلم. بس هي ما اثرتش عليا ولا حاجه يعني. انا انت اوكي. طيب ايه المسج اللي انت حاسس ان دورك ممكن يوصله للناس؟ طبعا احنا مش هنحرق اي حاجه، بس اكيد في مسج دورك انت بالذات هيوصله او للساده المشاهدين. طيب المسج اللي انا بوصلها، اول حاجه ان المصريين بينجحوا بره، تمام، بيوصلوا لكل المراكز ايا كان مركز بيوصلوا له. طبعا بتعب، بس زي ما في حلو في وحش. ففي ناس بتطلع وفي ناس بتنزل. فمن دوري ومن دور الشخصيات اللي موجوده جوه الفيلم بتقدري تعرفي ان في مسج كمان مخفيه، ان زي ما في مثلا عائلات مستواها عالي ووصلوا تمام وضابط شرطة أو محقق في البوليس، which is already في ناس كتير مصريين كده دلوقتي يعني. وفي مسج التانية ان في ناس ما قدروش ان هم يعلو، نزلوا بمستواهم، مش قصدي مستواهم المادي ولكن مستواهم الثقافي والفكري والعائلي كمان. فزي ما في ده في ده. طيب ممتاز جدا. طيب داليا قولي لي دور المرأة في الفيلم، انت قلت لي فيه تقريبا 4 أو 5 شخصيات متنوعة. خمس شخصيات متنوعة جدا بتناسب تقدري تقولي 17 سنة، حد في العشرينات، حد في الثلاثينات، مامهات في الاربعينات، يعني في تنوع جدا في الشخصية النسائية مع السسبنس الرهيب. انا عايزة اعرف هذا التنوع تنوع قوي، يعني دور قوي للمرأة في الفيلم، انها امراه قويه ولا امراه ضعيفه؟ لان هيحصل مشاكل في الفيلم. هو غير مؤثر. دور مؤثر. بس قويه او ضعيفه دي هنشوفها في الفيلم بقى. بس هو يعني لا، في يعني الدور اللي بتعمله داليا دور مؤثر جدا في احداث الفيلم. احداث الفيلم. يا داليا الحقيقه كمان كنا احنا يعني ملقبينها لقب كده جوه الفيلم. يعني هي كانت ممثله. المراه الحديديه مثلا؟ لا. انا عايزه اسمع حاجات كمان كده. قولي لي. بس هتلاقي كده، هتلاقي الاثنين، هتلاقي حد ضعيف قوي، هتلاقي حد جامد قوي، هتلاقي اكستريمز يعني. اوكي. لعبت الاثنين بمهاره، ان هي واحده شخصيتها قويه. ايوه. واحده شخصيتها ضعيفه جدا. فلعبت الاثنين صح.
ما تقلقيش مش قلقان انا بس متحمسه عايزه دايما الاقي يعني انت المخرج بقى يعني ماشي الفيلم ده متاكده انه هيكون يعني فيلم قوي جدا بس بعد كده دايما تحط لنا المراه القويه لان المراه المصريه قويه جدا ما هو عشان كده احنا بنقول هو الـ 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 الدور اللي بتلعبه داليا في من الاثنين يعني هي مش شخصيه ضعيفه وفي الشخصيه الضعيفه والشخصيه القويه اوكي بس هو في الحلو والوحش برضو يعني انا مش عايز احرق احداث يعني شخصيه دراميه في البراند اللي قاله ماجد كمان اللي هو الشخصيات بتتاثر بالبيئه بتتغير ممكن تتغير للاحسن ممكن تتغير للاوحش يعني دايما الواحد كمان يعني بالذات المراه شخصيتها جوه البيت غير شخصيتها في عملها ده حقيقي مظبوط يعني جوه البيت بتبقى ليها شخصيه معينه مع اولادها وزوجها وجوه العمل بيبقى لها شخصيه تانية خالص يعني سبيشال لما تكون هي اصلا في مركز عادي مثلا بتبقى اسلوب ادارتها مختلف للبيت وللشغل ايوه ده حقيقي ومن الناحيه الثانيه بتبقى الشخصيه على حسب القصه يعني القصه هي اللي بتحكم الشخصيه دي تبقى فين ده حقيقي صحيح صحيح طب دكتور بيتر انا يعني كان في بعض الافلام المصريه اللي نزلت في السينمات ولكن ما شفناش في مهرجانات انا عايزه اعرف قبل ما اوصل للمهرجان عايزه اعرف البروسيس انك تدخل بكل الحاجات دي بقى هوليوود وتقدر تبقى very professional زي ما احنا شفنا انا عايزة اشوف بس الاول البرومو التاني وبعد كده نرجع لان الحتة دي مهمة جدا لو المخرج جاهز بالبرومو التاني لو سمحتوا اتفضل انا تعبت ومش لاقي حد فيكو جنبي ساعة ما صوتك اختفى كل حاجة في البيت ما بقاش ليها طعم قررت ان رايحكم مني كنت قاعد في البيت مرة واحدة سمعت صوت حاجة بتقع وبتخبط في الشارع بصيت على الشباك لقيت باسم غرقان في دمه بصيت على الناحيه التانية لقيته نط على السور شاب موظف سكيورتي جاب اللي سايبه باسم بياكدوا انه انتحر لكن تقرير الطب الشرعي بيقول غير كده في حاجه انت مش عايزها تقول مش فاكر انا بس بفكره تعال دكتور بالعكس كده كده خلصت دكتور بيتر روعه روعه يا شباب بجد طب انا عايز اعرف هل استعنت باي حد امريكي في الفيلم كان معانا حوالي 3 ممثلين امريكان وكان معانا برضو في بيمثلوا في الكرو يس كان معانا برضو في الكرو ناس امريكان طبعا كان لازم استعين بممثلين امريكان لان لواقعيه الاحداث يعني الاحداث بتحصل لعيله هنا في امريكا فمش معقولة كل الناس اللي بيقابلوهم مصريين وكمان في ناس مصريين كانوا يعني بيمثلوا بالانجليش كانوا عاملين شخصيات بالانجليزي لنفس السبب بس طبعا في سبتايتلز انجليش كنت سألك هل هيكون في ترجمة؟ في سبتايتلز والكلام هيبقى واضح يعني هل في ترجمة بالعربي الانجليش كمان؟ مفيش ترجمة بالعربي الانجليش لان هو مثلا 90% من الفيلم انجليش لا 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 سوري ما فيش ترجمه من انجلش لعربي بس في ترجمه من عربي لانجلش طيب ده مهم لان هو 90% من الفيلم عربي أيوة ففي ترجمه للانجلش بس أوكي. المشاهد الانجلش واضحه مش هتبقى محتاجه ترجمه قوي يعني لان هم مشاهدين بس 10% من الموفي بالظبط طيب ممتاز انا عايزه اعرف بقى ازاي قدرت تاخد كل بقى الكرو وتروح تتفق مع بقى زي ما قلنا البوليس وكل الحاجات دي وتقدر تدخل هوليود قبل ما نوصل للمهرجان اللي هو المشهد بتاع البوليس والاكشن اكيد في مشاهد اكتر انا شفتهاش لا ده كان يوم لوحده ده اترتب له من بدري يعني كان بيتحضر له كتير وهو ممكن يكون اخذنا مثلا من حوالي الساعه 9 الصبح لغايه الساعه 8 بالليل مثلا لغايه شمس ما راحت بنصور فيه هل تعرضتوا لاي مشاكل الحمد لله لا الحمد لله ده المشاكل العاديه ما كانتش عندنا مشاكل يعني مع كبيرة. الحكومه او مع يعني لا ان احنا نلاقي اللوكيشن لا التصريحات اوريدي احنا جبنا التصريحات فما كانش عندنا مشكله في كده اللوكيشن كان هو الاهم حاجه ان انت تجسدي المشهد جوه اللوكيشن الصح ايوه بس الحمد لله يعني الدنيا كانت كويسه معانا
مظبوط. ما انا عشان انا مش عايز يعني انزع اسم حد، ففي ناس كتيره ساعدونا باللوكيشنز في المشاهد المطاردات دي، وفتحوا لنا يعني الاماكن بتاعتهم ان احنا نصور عندهم. فكان موضوع اللوكيشنز كان يعني تشالنجينج، بس الحمد لله يعني لقينا الحاجه المناسبه يعني. ممتاز، حلو قوي. طيب المهرجان بقى، احكي لي على موضوع المهرجان. انا عارفه ان المهرجان هيكون في نيويورك، مظبوط؟ مظبوط. وفي 109 فيلم تقريبا فيه، مظبوط. هو في مهرجانات كتير هنا في امريكا، وفي ناس كتيرة مصريين على فكره عملوا افلام ودخلت مهرجانات، بس هي معظمها ما كانش كلها شورت فيلمز. والمهرجانات دي كلها مهرجانات امريكيه. المختلف في المهرجان ده ان هو المهرجان المصري الامريكي للسينما والفنون، وهيتعمل اول دوره ليه في نيويورك، اول دوره ليه في السنه. الموفي بتاعك جاي في توقيت مظبوط بالظبط. والموفي ده يعتبر مصري امريكي، لانه بيحكي عن عائله مصريه امريكيه بيتكلم باللغه المصريه ومتصور في امريكا. ايوه، فهو يمكن اكتر فت للمهرجان ده. فان شاء الله احنا يعني قدمنا في المهرجان، والموفي دلوقتي موجود في وسط حوالي على حسب ما اتقال لنا يعني وصل 109 فيلم. والمهرجان يعني فيه افلام قويه داخله في كل الدول يعني كذا دوله بالظبط، من حوالي 14 دوله تقريبا في تقريبا. فان شاء الله تبقى حاجه كويسه وتبقى بدايه كويسه وتمثيل لينا احنا كمصريين عايشين في كاليفورنيا متواجدين في المهرجان. دي حاجه كويسه يعني، تشرفنا وتشرف المصريين كلهم طبعا. برافو برافو. داليا، انا عارفه ان انت عندك شغلك وحياتك العاديه، هل تعارض مع الوقت بتاع اللي كنت بتمثلي فيه في اي وقت؟ تعارض، بس كنت مبسوطه. يعني التعارض نفسه انا كنت ويلينج ان انا اعمله، يعني كانت حاجه لطيفه. وبس كان مرهق، لاننا كنا بناخد اليوم كله من الصبح لغايه اخر اليوم، بعدين هتروحي وتنزلي تاني يوم الشغل. بس انت لما بتعملي حاجه وانت مبسوطه ما بتحسيش بيها، خصوصا لما بتشوفي الشغل بعد كده طالع عامل ازاي على الكاميرا، فبتبقى حاجه بتبسطك من جواك. ده حقيقي. تعامل دايما بسال تعامل بقى يعني دكتور بيتر معاكوا كمخرج، مش سيبك بقى ان هو صديق او زميل او كمخرج، بيبقى يعني السؤال الصعب ده. اتخضت من سؤالي. هل زعق؟ هل صعب؟ هل حسيتي مره ان انت يعني فرستريتد كده؟ بيتر حتى لما بيزعق بيبقى بيزعق قلبه على الشغل وقلبه على كل واحد فينا ان هو يطلع كويس. فحتى لما بيتعصب خدي الحاجه الحلوه اللي فيها يعني. أيوة. ان هو عليك. علشان وبعدين هو حتى عصبيته لطيفه يعني، مش من النوع اللي هيقول حاجه وحشه او هيضايق. لا لا لا، بيتر لطيف يعني، بس طبيعي لان كان بيجي علينا اوقات بنتعب او اليوم ممكن يبقى طويل، فما مش بنفس التركيز. فدايما المخرج لازم يفصلك كده ويرجعك let's go back yeah on track يعني. طيب استاذ ماجد، التيم وورك بقى مهم جدا جدا ان كل الناس يبقوا على يعني صفحه واحده زي ما بيقولوا. كلمني على الجو بتاع التيم وورك، هل في برضو كان في حد مثلا اتاخر، حد حصل مشكله، قدرتوا تتعاملوا مع المشاكل ازاي؟ لا، هو بالنسبه للتيم وورك كلنا كنا بنشتغل مع بعض بكيمياء واحده، كيمياء كويسه. بس كان بالنسبه للمواعيد طبعا كان بيتر حاد قوي في موضوع المواعيد ده، ما كانش بيهزر فيه جدا سبيشال في التصوير، سبيشال اثناء التصوير يعني، ما كانش فيه هزار في اثناء التصوير. الناس كلها كانت شغاله كويس، كانوا متحملين مسؤوليه. سبيشال ان صناعه فيلم او تصوير فيلم يا جماعه مش سهل خالص خالص، مجهود مش طبيعي من الكرو كله، من الممثلين سبيشالي، كمان جزء الاكشن اللي في الفيلم. خطوات، الضربات، حاجات كتيره قوي محسوبه، بتاخد وقت مش طبيعي ومجهود مش طبيعي، مجهود ذهني وجسدي طبعا. مظبوط. التحضير كمان يعني، تحضير للتصوير، سيت اب الكاميرات وسيت اب الساوند وسيت اب اللايت والميك اب، الحاجات دي كلها بتاخد وقت كبير من اليوم يعني. لو احنا سكادول هنصور مثلا 6 ساعات، ممكن يبقى ساعتين منهم بس تحضير أو أكتر. ده احنا هنا بنتعبد ساعتين تحضير بالظبط، فبنبقى كلنا شغالين بقى، كل واحد يعني بيبقى في جدول ماشيين عليه. ساعات بقى الجدول بيتاخر فبنبتدي نشد شويه، ساعات نبص نلاقي في حاجه محتاجه تتعاد تاني، في حاجه كان المفروض نعملها وما عملناهاش، طب يلا نعملها. بتبقى الموضوع يعني بيبقى ستريسفول شويه، فبنبقى عايزين نطلع احسن حاجه ممكنه في الوقت القصير اللي معانا.
بلس طبعا احنا بنبقى بنصور في اماكن لينا ليميتيشنز معينه، مش مينفع نقعد اليوم كله، فبنبقى يعني مستعجلين شويه كده في التصوير. من زمان كانت دايما زي ما انت قلت في بدايه الحلقه احلامك كانت في المسرح، هل حلمت بالسينما من زمان من اول المشوار؟ من اول المشوار للامانه لا، بس في 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 نص المشوار كده بعد مسرحيه نجاح باهر تحديدا، الفيلم ده انا كنت كاتب الستوري از شورت موفي، كان صغير قوي من قبل مسرحيه نجاح باهر، ممكن مثلا بثلاث سنين ولا حاجه، بس كان هم كانوا 9 صفحات. بالظبط، انت عارفه كل حاجه. كل حاجه وصلوا كام صفحه دلوقتي الفيلم ده؟ تقريبا 60. 60 والمفروض كان يبقى يعني اكتر. احنا قللنا اكيد المونتاج قص حاجات كتير طبعا. كان في حاجات كتيره اتصورت وما اتحطتش، كمان شلنا احداث من الستوري شويه، في حاجات اتغيرت في الستوري وفي حاجات اتزودت وحاجات اتشالت، بس النتيجه الاخيره انت راضي عنها؟ النتيجه الاخيره راضي عنها طبعا، النتيجه الاخيره يعني جميله ومشرفه ونتيجه يعني وانت قاعده بتتفرج عليها بتقولي الله، لا دي حاجه حلوه يعني. يعني اكيد مش يعني حتى لو عيطنا في النص هنطلع مبسوطين، اهم حاجه. يعني هو مش كوميدي يعني، الناس مش هتيجي تضحك، هيبقى فيه كام مشهد كده صغير. أيوة. بس هو الفيلم مش كوميدي خالص، هو فيلم دراما وهيبقى فيه عياط. يعني مش عياط بس تأثير يعني. احداث مؤثره. أيوة. بس طبعا هتخرجوا يعني متاثرين بالمسج ومبسوطين بالاوفر اول يعني بالتريكات، ومش عايز اقول اكتر من كده. عارفه ان كل عندك تريكات كتير في كل اعمالك. احنا معانا احد الممثلين كيرو ناجي، هو ممثل صح؟ كيرو ناجي اهلا. ازيك يا كاميرا، عامله ايه؟ تمام. انت النهارده ما جيتش ليه يا كيرو؟ معلش بقى ظروف وكده. طيب معلش، ايه اخبارك؟ ايه اخبار الموفي معاك؟ الحمد لله تمام، ومنورين داليا وبيتر وماجد، الناس دي عملت عظمه يا جدعان بجد يعني. ربنا يخليك يا كيرو. الموفي بجد يستاهل ان الواحد يروح ويتفرج عليه. بتحكي عن مشكله حقيقيه كل بيت، مش كل بيت يعني، معظم البيوت اللي هنا في امريكا عندها المشكله ديت. فيعني مش عايز احرق التفاصيل بتاعته، بس يعني هو يستحق الواحد ياخد المسج اللي فيه صراحه. طبعا كيرو هو اللي بيعمل الدور اللي هو بينط صح؟ لا، كيرو هو كيرو ممثل موهوب خالص وشاطر جدا. وطبعا دي مش اول مره نعمل حاجات مع بعض يعني. هو بيعمل دور، طبعا انا مش هقول ايه، بس هو برضو دور مؤثر، دور قوي، ودور بيغير احداث الفيلم خالص. وعمله بصراحه حلو، وعمله يعني كان بارع في اداء الفيلم. حتى برضو لما هنتفرج هنشوف تعبيرات وشه وحركاته، كان يعني مجسد الشخصيه كويس جدا. طيب حلو، كله بجهودك معانا بجد يا ابني، ربنا يخليك يا كيرو. وكل الوقت اللي انت يعني كان عايز يطلع احلى حاجه من كل واحد. طبعا اكيد يعني هو كان بيشرف على الحاجه ديت قوي. طبعا بيتر خبره كبيره جدا يعني، واحنا فرحانين بيه. ربنا يخليك يا كيرو. واللي ما كنتش متوقعه في ادائه يعني، انا عارف داليا، بس ما كنتش متوقع ماجد في ادائه وحفظه، وان بيجي يعني محضر قوي معانا. ماجد وداليا بجد، وكل الكرو اللي كانوا معانا كانوا عاملين حاجه حلوه جدا صراحه. انت فنان جميل يا كيرو، كلكم بصراحه اللي حليتوه. شكرا جدا كيرو على المكالمه، ويعني احنا منتظرين نشوف دورك ودور بقيه الفنانين. شكرا يا كيرو. شكرا يا كيرو. هو مش كيرو بس، ولا داليا بس، ولا ماجد بس، لا احنا معانا كرو كبير، كان كاست كبير كانوا بيمثلوا، وكلهم للامانه ابدعوا في ادوارهم يعني. كل واحد عمل احسن حاجه عنده، ويعني لما هنتفرج ان شاء الله على الفيلم هتحسوا ان انتم مصدقين الناس دي، ان هم لا يس ان هم طبيعيين يعني. يس. وبعدين كيرو بيقول ان ماجد كان شاطر في الدور بتاعه. هو ماجد اساسا دايما نقول عليه هو اساسا شكله ظابط شرطه او ظابط كده. بالظبط يعني ايه ديتكتيف، اللي هو بيركز في كل تفصيله، بيركز في كل حاجه، اسئلته فعلا يعني. اخترت كل واحد في مكانه المظبوط، انا متاكده. صدقيني في ناس عامله مشهد واحد وهتخرجي من الفيلم فاكراهم. أيوة. لان هم فعلا حطوا مجهود، طريقتهم كانت مختلفه،
لا مش هتنسي يعني المشهد، ممكن تكون بمشاهد كتير قوي بس عشان عملوه حلو قوي هيفضلوا في الذاكرة بتاعتنا. اكيد احنا متحمسين جدا بقى، عايزين نعرف نيجي فين ونروح فين ونحجز ازاي وكل الحاجات دي. اوكي كلنا نحجز يا جماعة وكلنا نروح لو سمحتوا. اوكي في طريقتين للحجز، هو في لينك احنا عاملينها لينك يا ريت المخرج يجيب لنا اللينك لو نقدر ناخده سكان دلوقتي ونخليه معانا ونقدر. اوكي هو اللينك الصغير ده يا جماعه على تحت الدور الاخير، لو تقدروا بس بتليفونكم تعملوه سكان صح؟ مظبوط. دي الحاجه الثانيه، احنا حاطين البوستر ده في اكتر من مكان والبوستر نفسه موجود اونلاين في تقريبا في كل حته في السوشيال ميديا. في كيو ار كود من تحت جاست بس الناس تعمل له سكان بالكاميرا بتاعه التليفون هيدخلهم على اللينك. اللينك هيبقى فيها الاوبشنز بتاعت مواعيد الحجز وبيحجزوا من التيكت هيجي لهم اليوم اللي هم يختاروه والشو اللي هم يختاروه على حسب طبعا الافيليبيليتي بتاعته، لان طبعا لما الشوز دي هتتحجز الافيليبيليتي هتقفل. ايوه وده اللي انا عايز اقوله، يعني يفضل الناس ما تستناش لغايه اخر لحظه لان ممكن يبقى في شو معين انت عاوز تيجي ويقفل او تروح تستنى تحجز في المكان نفسه تلاقيه قفل، لان هم احنا لنا كاباسيتي معينه. هما يومين بس يا جماعه، يا ريت ناخد يعني هما اربعه شو على يومين، اربعه شو في يومين، فيا ريت ناخد الفرصه دي لان بعد كده لو عايز تتفرج عليه اضطر تروح نيويورك. بالظبط شرفونا بقى في المهرجان في نيويورك. طيب خلينا برضو نتكلم اكتر، لكن ناخد معانا استاذ عادل جوارجي طبعا الاعلامي. اتفضل حضرتك يا استاذ عادل. اهلا يا ميرا، مساء الخير على الجميع. مساء النور، اهلا بيك. ازيك يا استاذ عادل؟ ربنا يخليك يا ماجد. انا يعني مش مفاجاه طبعا لان عارف ان انت فنان، بس جوارتر ما يعرفنيش، لكن انا عارفه من خلال اغنيه قبل كده عملها وقلت ان دي مولد مخرج عالمي. ربنا يخليك. ان شاء الله تبقوا كلكم عالميين يعني في الفيلم ده، وجاليه طبعا وكل الممثلين. وانا بشكر المرأة اللي انتوا اخذتوها، لان الميديا الامريكيه مش اي حد يخش فيها. اعتقد ان انتوا عديتوا كويس، درستوا كويس، مجهودكم هيكون رائع. وماجد مميز بصوته، ماجد فنان بصوته كمان، يعني لو كان جزاعي يعني تخيل ماجد ده راجل فنان صوته مميز جدا. صوت ظابط ربنا يوفقك. وانا قلت له يعني بتحيي قوي لماجد ميلاد طبعا يعني في العشره بالعمل معاه. ان شاء الله اشوف يعني ممثلين في العرض ويبقوا حاجه عالميه برضه. بشكركم لجرأتكم وبحييكم وبقول لكم يا الامام دايما، ويا ريت في كذا مجموعه كمان تاني نفتخر بيكم دايما يعني. ويا اهلا بيكم في قناه الذات دايما بتعلنوا عن اعمالكم. طبعا الشكر الخاص لكل المخرج ديكر والاستاذه داليا والاستاذ ماجد، وشكرا ليك يا اميره كمان عشان عرفت تسوق على الفيلم. وانا حقيقي فخور بان انا قاعد قدام ناس بتحاول، مش بتحاول، دي فعلا حضرت الطخ. وحاجه الانتاج في امريكا هنا حاجه لا تصدق يعني، اكيد انتوا طبعا يعني عارفين، بس انتوا اذكياء جدا ودخلتوا مش من الباب الخلفي، لا ده من الباب الامامي. وان شاء الله تبقى فكره ناجحه وعمل رائع. و يعني مش عايز يعني عايز قبل الجمهور ما يشوفها اقعد اشكر فيه، بس انا عايز اقول للجمهور برضو انتوا تشجعوا اكتر وتروحوا وتشوفوا المجهود الرائع اللي عاملينه الفنانين بقياده دكتور بيتر المخرج الفنان العالمي. برافو استاذ عادل، ربنا يخليك. شكرا جدا استاذ عادل، وانا اتشرفت بحضرتك. يعني ممكن يكون ما تقابلناش بس احنا اتقابلنا اهو دلوقتي، يعني فرصه سعيده جدا. وشكرا على الكلام الجميل وعلى التشجيع، واحنا يعني بنتمنى ان الفيلم يكون يعني عند حسن ظنكم، وان شاء الله تبقى بدايه برضه لافلام ثانيه وحاجات ثانيه جايه. عمل ثانيه مشرفه وكبيره يا رب، وتاثر في قلوب الناس وتخلينا احسن دايما. اي عمل نتمنى ان هو نطلع منه مستفيدين واحنا يعني نبقى بشر احسن يعني. شكرا جدا استاذ عادل جورجي، طبعا اعلامي مميز جدا جدا، واحنا فرحانين بالمكالمه بتاعتك، ويا ريت نشوفك ان شاء الله في العرض يوم 4/9 و5/9. مظبوط. فين بقى المكان، المنطقه فين؟ هتبقى في سينما اسمها ستار لايت في انهايم. اوكي. ما دي الحاجه الثانيه اللي كنت عايز اكمل الكلام فيها. في اللينك هيبقى غير موجود مواعيد الشو، هيبقى موجود فيه العنوان. كمان اللي هيحجز اونلاين هيتجيله التيكت على الايميل، هو يحط الايميل بتاعه يجيله التيكت على الايميل، فيها ميعاد الشو وفيها الـ 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 العنوان اللي يروح له. لما هيوصل هناك هيبقى فيه زي كيو ار كود كده، يعني يا اما الناس الموجوده بتتشيك ان تعمل سكان او بس بالاسم،
يعني هو بيحط اللاست نيم بتاعه مثلا 5 تيكت 6 تيكت 1 تيكت بس بيقول اسمه بس عشان خاطر اللاست نيم ممكن يكون متشابه. ما هم بيفيريفاي اللاست والفيرست يعني اللاست والفيرست اوكي يعني الناس هتبقى عارفه المعلومه دي. طيب ممتاز جدا. وطبعا السينما دي هتكون فيها ستار لايت اكيد فيها باركينج وفيها كل الحاجات، وهل بيبقى في بريك في النص ولا لا؟ لا انا مش مؤمن بصراحه بفكره البريك خالص للامانه يعني بتخلي الناس بتفصل من الاحداث يعني، فالفيلم هيبقى ساعه ونص من اوله لاخره. انا عارف ان ممكن الناس تبقى محتاجه بريك عشان مفيش حاجه تفوتها وكده، بس انا شخصيا اتفرجت على حاجات فيها بريك بحس ان انا لما باجي ارجع تاني للفيلم خلاص انا بتفرج على فيلم جديد. ايوه صح. فان ما كانتش معموله يعني بحرفيه قوي ممكن ما تضيفش للعمل، ممكن تقلل من العمل. طيب هو يقدروا يحجزوا على الويب سايت، ممكن تقول لنا اسمه ايه؟ هو اسمه ايفنت برايت. هم حتى لو دخلوا على الويب سايت كتبوا eventbrite.com وهيلاقوا فيه سيرش على ايفنت EVENT ايفنت برايت بي ار اي تي اي. اوكي اوكي ممكن يعملوا سيرش على ذا لاست تيرن هيطلع لهم لاست تيرن. اوكي ايفنت برايت ايفنت برايت، او اي حد يعمل سيرش كمان على الفيسبوك كلمه الدور الاخير يا جماعه بس لاست تيرن هيطلع له كل التفاصيل على الفيسبوك على جوجل. بالظبط احنا حاطين اللينك على السوشيال ميديا فيسبوك انستغرام ايفن محطوط على الاعلان في على اليوتيوب. لو كتب على جوجل هتطلع له هتطلع له في مواقع كتير كتبت عن الفيلم في مصر. انا شفت كذا موقع فعلا كتب، هتلاقي فيهم برضو يعني في اللينكات بتاعت العرض، فسهل قوي نوصلوا لها يعني حتى من جوجل. طيب ممتاز جدا. مظبوط. انا اجين يعني بنصح الناس ان هم لو في شو معين حابين يحجزوا يحجزوا على طول على طول علشان ما تبقاش في مفاجآت ان ممكن المكان ما يبقاش افيلبل يوم العرض يعني فيضطروا بقى يدوروا على شو تاني او كده. انا عارف. طيب لو في هل في ايميل ممكن نتواصل مع حد من الكرو او معاك عليه؟ في في ايميل اللي هو انا ممكن ابعته لل هو عامه كل انفورميشن هتبقى موجوده في الشانل بعد الحلقه، ممكن اي حد يتكلم ونقول له على كل البيانات، بس الايميل ممكن تقوله لنا برضه لو سمحت. اوكي هو احنا ممكن نستخدم الايميل اللي هو بتاع ميديا افينيو سو media.ave.st@gmail.com. طب دي سهله قوي. media.ave زي افينيو ave.st اللي هي ستوديوز يعني ستوديو اوكي @gmail.com. طب ده برضه سهل. او الناس ممكن يعني في اكتر من حد بيتواصل معانا شخصيا مع ماجد او معايا او يمكن ماجد هو اللي ماسك السوشيال ميديا والدعايه للفيلم بيتواصلوا معانا واحنا بنديهم الانفورميشن على طول. طيب ان شاء الله بالتوفيق. انا فرحانه جدا جدا يعني خطوه جميله خطوه جديده اول حاجه وجميله ويا رب تكبر قوي قوي. انا عايزه رساله مني كده ليا لكل بقى الناس اللي نفسهم يعملوا حاجه حلم من احلامهم مش لازم التمثيل وحاسين انهم يعني شويه مش عارفين يعملوا ايه ويروحوا فين. ما تستصعبوش ان حاجه هتحصل، ما تبصلهاش ابدا انها مش جايه مستحيله صعبه. حاجات كتير قوي بتبدا بفكره صغيره والفكره بتتطور وبتوصل انها بتبقى حلم حلو، والحلم بعد كده بيبقى حقيقه جميله وبتبقوا فخورين. لو نفسك في حاجه اعملها، ولو حتى الوقت اتاخر دوس فيها. جايه اكيد. استاذ ماجد هل حلمت قبل كده او كان نفسك تمثل، وهل الفكره كانت جديده عليك فرحتك خضتك قلت قلت لا؟ احساسك كان بايه لما دكتور بيتر قال لك لا انا عايزك انت في الدور ده؟ في الاول كنت يمكن يعني مش قادر ان انا احكم على نفسي هل هبقى شاطر قدام الكاميرا ولا لا، بس هو دفعني جامد الصراحه. هو قال لي خش يعني انا شايف ان انت هتطلع الاداء كويس. لما شفت نفسي يعني وانت بتمثلي اول مره قدامك، احنا قعدنا 6 شهور تقريبا بنعمل بروفات قبل الفيلم، فلما شفت نفسي قدام الكاميرا اكون صريح انا ما اكتفيتش برايي بيتر، بس يعني سالت الناس الحقيقه رايكم يا جماعه. انا مستغرب نفسي شويه، كان الوضع مريب شويه، بس الموضوع بعد كده مشي معايا. بقيت كل مشهد اطلع المشهد اللي بعده احسن. وعايز اقول اضيف حاجه هنا مهمه جدا اميره بالنسبه للموضوع ده. احنا هنا في امريكا تقريبا احنا يعتبر ده اول فيلم مصري امريكي جوه امريكا، فاحنا حطينا كونسبت انا وبيتر الفتره الجايه، وده برضه هيفتح باب لناس كتير اللي حابين ان هم يمثلوا وحابين ان هم يطلعوا.
احنا اتفقنا زي مثلا ما في هنا في امريكا هوليود وفي في الهند بوليود احنا نعمل ايجيليود يا فده الكونسبت الجديد ان وقت يبقى زي ما الافلام الهنديه برضو لما جت ابتدت هنا في هوليود صحيح وبعد كده اتنقلت على الهند وعملوا بوليود yes. احنا هنعمل ايجيليود ده الكونسبت بتاعنا ده لان ده لان هو هنا في تقريبا يعني المصريين هنا كتير جدا جدا واحنا تقريبا المصريين او الميديا المصريه بتمثل العرب بتمثل كل العرب أيوة. فده الكونسبت الجديد اللي احنا هنعمله. احنا في مجتمع هنا كبير جدا عائلات كتير جدا موجودة فهننشئ ميديا جديدة هنا ان شاء الله. حتى كمان الافلام في مصر دلوقتي بقت في مستوى تاني خالص وصلت فعلا لمستوى العالمية في حاجات كتير احنا بنشوفها فالموضوع بيتطور كويس وفي يوم الايام مصر يعني فعلا هتنافس طبعا افلام هوليوود يعني طالما ماشيين في الطريق ده صحيح مظبوط. احنا بنشكرك جدا دكتور بيتر قبلك تشالنجز كتير قدرت تقف ليها وقدرت تعمل دلوقتي حاجة كبيرة جدا يعني اعتقد ان احنا يعني مصر واسم مصر هيتحطوا في حتة في خريطة تانية زي ما هو ما كده ماجد قال ايجليود. وقول لي بقى التشالنجز versus ان انت نجحت تقفت على رجلك وعملت حاجة كبيرة ازاي تشجع كل الناس اللي بتشوفنا انهم لازم يبتدوا وما يقولوش لا ده حاجة مستحيلة يعني احنا بالنسبة لنا هوليود ممكن تكون من المستحيلات انت ايه رأيك؟ هو اول حاجة ربنا هو اللي بيرتب ربنا هو اللي بيوفق يعني لو اي حد فينا فكر ان هو ممكن يعمل حاجة بنفسه مش بتحصل غير لما ربنا يكون مرتب الامور دي اول حاجة. تاني حاجة يعني خليك ماسك في حلمك لو في حلم معين مش مهم بقى اللي يقولك اي حاجة مش مهم اللي يقولك انت مش هتنفع او انت مش هتعرف او كلام كتير بقى يعني من ضمن التشالنجز سمعت كلام كتير قوي جدا يعني يعني اللي اتقال لي واللي اتقال عليا وصل لي يعني بس في كل الاحوال لا امسك في حلمك ما تخليش اي حاجة يعني توقفك لان لو انت ما مسكتش في حلمك في حد تاني هيمسك فيه فانت كمل لغاية الاخر وتعلم ومش عيب خالص انك تكون مبتدئ او مش عيب خالص ان انت تكون اول مرة تعمل حاجة لان اللي بيعمل الحاجة دلوقتي مثلا بقاله سنين ما هو اول ما ابتدى كانت اول مرة ليه لو اول مرة دي ما كانش عملها ما كانش هيعملها بقاله سنين صحيح. فمش عيب بالظبط مش عيب خالص انك تكون اول مرة ومش عيب انك تغلط ومش عيب ان انت تعمل حاجات وتصلحها المهم في الاخر ان انت تبقى راضي عن اللي انت عملته في النهاية مظبوط. طيب انا بشكرك جدا احنا معانا مكالمة من رانيا اتفضل يا رانيا. خير ازيك ازيك عاملة ايه يا رانيا؟ كله تمام شكرا ربنا. اول حاجه انا حابه اشكرك جدا على دعمك دايما وان انت دايما معانا في كل البروجكت الجديده. ثاني حاجه حابه اقول ان الفيلم ده بجد مبذول فيه مجهود جامد جدا سواء من الممثلين اللي مثلوا او الناس اللي كانت ورا الكاميرا كل واحد ادى مجهود وان وقته وقت قعد يحفظ ويذاكر فنفسي بجد كل الناس تقدر اللي تقدر تيجي تتفرج هيلاقوا مسج حلو قوي في الفيلم حتى لو هي مش عايشين نفس القصه حلو قوي منها هيبقوا عارفين حد مر بنفس التجربه حاجه قريبه قوي من حياتنا هنا. اخر حاجه حابه اقولها ان بيتر بجد فنان موهوب ويعني مبدع سواء من كتابه او اخراج او تمثيل فانا عايزه اقول له مبروك والنجاح لنجاح و good luck ليهم كلهم وبجد I can't wait يعني to see you on the big screen. رانيا يعني وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة دايما بقول كده رانيا دورها كان مهم جدا انا مش هقول امرأة عظيمة بجد شيء مهم قوي انك تكوني واقفة في يعني في ظهر كده جوزك وبتساعديه. دور رانيا كان ايه في الفيلم دكتور بيتر؟ رانيا لا رانيا دورها كان مهم جدا هي البنك بتاعها كانت ماسكه الادمنستريشن بتاع اليوم يعني كانت هي اي حاجه عايزينها رانيا عايزين كذا فكانت هي ماسكه الادمنستريشن ده دورها في الفيلم دورها بقى يعني الاكبر في السبورت دعمها إن انا اكمل لان طبعا في النص كان في تشالنجز كتيره وكان في لحظات ودي بتحصل في كل حته ان هو يبص يقول لا خلاص انا كده انا جبت اخر انا مش هقدر اكمل لا يعني الدعم برضو ان هي يعني تاخدني من ايدي وتقول لي كمل وكان يعني هو اللي وصل للمرحله دي
ده شيء جميل جدا، دايما نتمنى يعني الوئام، وانك دايما تقفي يعني مع جوزك، وبرضو الزوج دايما يشجع زوجته انها تنجح وتكبر، ده شيء يعني مهم جدا. شكرا جدا جدا رانيا. انا عايزه اشوف البرومو التاني مره كمان، وبعدين نرجع نقول للناس هنقابلكم يوم 4 ويوم 5 ان شاء الله. ممكن المخرج يورينا الفيديو one more time please اللي هو التاني. انا تعبت ومش لاقي حد فيكو جنبي. ساعة ما صوتك اختفى كل حاجة في البيت مبقاش ليها طعم. قررت ان رايحكم مني. كنت قاعد في البيت، مرة واحدة سمعت صوت حاجة بتقع وبتخبط في الشارع. بصيت على الشباك لقيت باسم غرقان في دمه. بصيت علي الناحية التانية لقيته نط على السور. شهادة موظف سيكيورتي الواد اللي سايبه باسم بيأكدوا انه انتحر، لكن تقرير الطب الشرعي من غير كده. دي حاجة انت مش عايزة تقوليها. مش فاكر، انا بس بفكرها. تعال دكتور. بالعكس ده كده خلصت. كل ما اجي اشوف البرومو اقول لك فخوره بيكم جدا. يعني مش قادره استنى لغايه ما نشوف الموفي ان شاء الله في ستار لايت انهايم يوم 4 و5 سبتمبر. مظبوط. في تو شوز 6 ونص ل 8 ومن 8 ونص ل 10. في اي انستراكشن ثانيه ممكن تقولها لنا عشان نقدر نشتري التيكتس؟ أجين ما تستناش لغاية آخر لحظة علشان إحنا مش عارفين الكاباسيتي هتبقى شكلها إيه. أنا عايز استرس على الحتة دي. وأجين برضو يعني استعدوا لساعة ونص من التشويق والدراما، ونتمنى أن الموفي يبقى يعني عند حسن ظنكم. اللي هيحصل أن هيبقى في ناس تبعنا هم اللي هيبقوا مسؤولين عن الشيك إن. أيوه. مش السينما، مش الشباك بتاع السينما. ممتاز. لان هو يعني يعتبر برايفت ايفنت. اوكي. فهم هيبقى فيه يعني طبعا هيبقى فيه بانرز كبيره واحنا هنبقى موجودين، فالناس يعني لو حجزت اونلاين مجرد بس هيقولوا اسمهم فيرست ولاست نيم خلاص هيبقى. أوكي. مكانهم موجود. لو في افيليبيليتي موجوده على الباب ممكن يشتروا التيكت. ممكن يشتروا التيكت. اوكي. بس طبعا دي على حسب الافيليبيليتي. اوكي. طيب نتمنى نشوف كل السادة المشاهدين، ونعزم أصحابنا وأهلينا، ونيجي نشجع الشباب المصريين اللي حطوا اسم مصر في السينما العالمية. دكتور بيتر بشكرك جدا على تواجدك. شكرا جدا. ميرسي ليك وعلى كل التعب بتاعك، وإن شاء الله هذا التعب يكلل بالنجاح، ونكون معاك إن شاء الله في سبتمبر. شكرا ليك. شكرا جدا يا ميرا، واجين برضو شكرا لبرنامج اسال مع ميرا وقناه سيسات والكروب بتاعها، وعلى راسهم طبعا الاستاذه هايدي. شكرا جدا لدعمكم لينا ومحبتكم اللي دايما بتبان في اي عمل للامانه يعني بنعمله بنلاقي من اكتر المشجعين قناه سيسات. شكرا لدعمكم مش لينا احنا بس، يعني تقريبا الجاليه كلها اللي هم بيعبوا مبدعين او عايزين عندهم حاجه عايزين يقدموها لنا. الفن يعني في دمنا من واحنا صغيرين. بالظبط كده. شكرا جدا استاذ ماجد ميلاد، ودورك شكله مميز جدا جدا، واحنا متشكرين لتعبك ووجودك النهارده. شكرا. انا بشكرك وبشكر سيسات وبشكر هايدي وبشكر الشباب الكرو اللي ورا الكاميرات كمان على تعبكم. ان شاء الله بنوعدكم حاجات جايه كمان كويسه ان شاء الله. لسه في حاجات كمان بنحضر عليها. اكيد طبعا. اكيد هنبقى معاكم تاني. طبعا يعني طبعا دكتور بيتر دايما بيفاجئنا، ويعني احنا دايما متحمسين نعرف ايه اللي جاي. وميرسي خالص وجودك داليا جورج. مرسي. وان شاء الله فيلم يعني بدايه جميله ليكي، وان شاء الله تكملي وتبقي من اكبر الفنانات والممثلات. ميرسي يا ميرا، ميرسي ليكوا كلكم، ميرسي لكل الكرو. هنستناكوا علشان أكيد. رايكم مهم جدا. تعالي شوفي الفيلم وحاسمع رايك هناك. اكيد ان شاء الله. شكرا جدا جدا فريق فيلم الدور الاخير او لاست تيرن. يا ريت كلنا نحضر يوم 4 و5 سبتمبر يا جماعه. انا سمعت ان في ناس حجزوا يعني اليومين كمان علشان هم متحمسين جدا زينا كلنا، فياريت
نحجز بسرعة ونجيب أهلنا وصحابنا ويبقى يوم حلو جدا. هنشوف طبعا الجالية ناس كتير من الجالية، نتعرف على ناس كتير وهنشوف الممثلين وهنتصور كمان معاهم. فأم very excited وأنا كمان هشوفكم، فياريت تحجزوا على طول. ولو تاهين شوية مش عارفين تروحوا فين، احنا لو كتبتوا على جوجل أو على الفيسبوك الدور الأخير last turn هتلاقوا كل information، أو ممكن تكلمونا وإحنا نديكم information. ربنا حافظ عليكم ودايما نشجع بعض ونرفع بعض، بحبكم كتير كتير ودايما انتظروني في اسأل مع ميرا. ربنا يحافظ عليكم. باي باي.